عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لبحث اجراءات دعم وتحفيز صناعه الدواء. واكد رئيس مجلس الوزراء ان هذا الاجتماع يهدف للاطمئنان على توافر ارصده كافيه من الادويه والمستلزمات الطبيه المختلفه، فضلا عن وجود احتياطي امن بها، مشيرا الى انه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشان سرعه الافراج عن المواد الخام والادويه والمستلزمات الطبيه. كما أكد مدبولي أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء مشيرا إلى أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أي محفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات